طيب هكلم مع حضراتكم دلوقتي في السادسة شوية عن الكرة الأفريقية. ما فيش شك أنه على مدار تاريخ طويل جدا قدمت أفريقيا للعالم كله مجموعة من أهم وأبرز المواهب اللي تألقت حتى في أكبر الأندية الأوروبية. يعني ما نقدرش ننكر أنه لعيب زي جورج ويا الليبيري، مايكل إيسيان الغاني، رابح ماجر الجزائري، وغيرهم وغيرهم من النجوم كانوا نجوم طلعوا من القارة الأفريقية. وما نقدرش ننكر كمان انه حتى اللعيبه اللي من الجيل الثاني او الجيل الثالث واللي تألقت مع اكبر الانديه واكبر المنتخبات الاوروبيه اصولها افريقيه، يعني لعيب اسطوره مثلا زي زين الدين زيدان او كريم بنزيما او امبابي، كلهم من اصول افريقيه. ممكن يكونوا جيل ثاني جيل ثالث، لكن انا بتكلم على الاصل، على القاره الام. بكلم حضراتكم على عناصر كرة القدم في العصر الحديث، إذا كنت بتتكلم على القوة، إذا كنت بتتكلم على السرعة، إذا كنت بتتكلم على المهارة، إذا كنت بتتكلم على اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها، هتجدها دايما في قارة أفريقيا. لكن السؤال، هل اتطورت قارة أفريقيا بالشكل اللي يتناسب مع تطور كرة القدم؟ هل في عائد من النجوم اللي بيروحوا أوروبا زي ديدييه دروجبا وزي نجوم كتير متألقين في الدوريات الأوروبية مع أكبر الأندية، محمد صلاح، زياش، رياض محرز، أشرف حكيمي، مع كلهم من القارة الأفريقية وبيلعبوا في أكبر أندية أوروبا وبيحققوا بطولات أوروبية ومكسرين الدنيا، لكن هل ده ترجم أو هل ده ليه مردود على تطور كرة القدم؟ هل ممكن نشوف في يوم من الأيام منتخب أفريقي بينافس مثلا في كأس العالم يحقق لقب بطولة العالم؟ هل ممكن نشوف نادي أفريقي بيحقق لقب بطولة العالم للأندية؟ كلها أسئلة مطروحة في الفقرة دي. هيكون معانا البلجيكي سفين فاندن بروك، وهو المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، بيشرفنا على شاشة الأهلي من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا بشكرك على حضورك معانا وبرحب بيك على شاشة الأهلي. مرحبا بالجميع. خليني في البداية بس قبل ما تتطرق لموضوعي الأساسي، موضوع الكرة الأفريقية ومدى تطورها، أسألك عن رد فعلك أو رأيك فيما يتعلق بصفقة انتقال ليونيل ميسي من البارسا لبي اس جي. لا، هذا الأمر أمر كبير بالنسبة لي. أنا أحب الكرة الإسبانية وأحب برشلونة وأشاهد ميسي مع برشلونة لمدة سنوات طويلة. هو أدى بشكل رائع، ولكن هذا الأمر مؤلم لجماهير برشلونة. أنا أتفهم أن هذا الأمر له أبعاد اقتصادية ويجعلك تختار اختيار ليس ما تود حقا، ولم يكن يريد ميسي أن يغادر بالفعل، وتعتبر هذه صدمة لجماهير برشلونة وجماهير الكرة في العالم كله. طيب أروح معك لموضوعي الأساسي، الكرة الأفريقية، وأنت بتشتغل مع الجيش الملكي المغربي وبالتأكيد تعاملت مع الكرة الأفريقية بشكل يعني مقرب، إزاي بتشوف تطورت المسابقات، تطورت إلى حد ما البنية التحتية الناحية التقنية؟ هل بتشوف أنه ده كان ليه تأثير إيجابي، وهل تطورت بالفعل الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة؟ بالطبع بالطبع، فطبيعة اللاعبين تغيرت وجودة اللاعبين تحسنت، وكذلك على مستوى المنشآت وعلى مستوى الأندية في العامين الأخيرين الأمر تطور كثيرا في الكرة الأفريقية كما أرى. وكما ترى من قبل، الفارق الكبير بين الدول الأفريقية، فالآن يوجد بعض التوازن بين هذه الدول وبين هذه المستويات، وتجد الآن العديد من اللاعبين في أعلى مستوى في أوروبا الآن من كثير من الدول الأفريقية، ويمثلون بلادهم في البطولات المختلفة الأفريقية. وأعتقد أن الفرق التي لديها مشروع لمدة 10 سنوات أو هكذا هي الدول التي تستطيع أن تتطور وأن تتميز على المستوى العالمي، وسيوجد هناك توازن حقيقي بين الفرق في أفريقيا على مستوى المنتخبات.
خليني اسالك ايه ممكن يكون ترجمه ده؟ يعني مع امتلاك افريقيا لكبار النجوم اللي بيلعبوا في الدوريات واكبر الانديه الاوروبيه او حتى اللي موجودين هنا، بنشوف تشكيلات واسماء قويه جدا لعدد كبير من المنتخبات الافريقيه، نيجيريا على سبيل المثال، الكاميرون، غانا، مصر، الجزائر، ورغم كده بنجد دايما معاناه للمنتخبات او للدول الافريقيه في البطولات الكبرى، على سبيل المثال كاس العالم، على سبيل المثال العاب اولمبيه. تفسيرك لده ممكن يكون ايه؟ او ايه هي اهم الاسباب الخاصه بمعاناه المنتخبات الافريقيه في البطولات الدوليه؟ I think there are a few reasons for أعتقد أن هناك أسباب عديدة لهذه المنتخبات ألا تصل للقمة المسابقات الكبيرة. أنا كنت مدرب مساعد في منتخب الكاميرون، وأعتقد أن هناك توازن في هذا المنتخب، لكن ليس التوازن وحده هو الذي يجعلك أن تفوز بالبطولات الكبرى. ربما يكون سبب في أن يكون لديك لاعبين كبار وعلى المستوى الفني وعلى المستوى البدني بين منتخبات القارة، لكن أعتقد أن الأمر صعب جدا أن تجد الفريق المتكامل، وهذا السبب الأول. السبب الثاني بالطبع الأشخاص المتواجدين حول الفرق، يوجد أشخاص كثيرين جدا يعملون في الفرق الكبيرة ليطوروا من شأن الفرق ويطوروا من شأن هذا الفريق في البطولات الكبرى، فبالتالي يستطيع أن يفوز ويستطيع أن يحلل ويستطيع أن يرى كثير من الأشياء ليتمكن من الفوز. وأعتقد أنه لا يوجد الآن فريق أفريقي يستطيع أن يظل على أعلى مستوى ويؤدي بأعلى مستوى في بطولة عالمية إلى نهاية البطولة. فأعتقد أن الأشخاص المتواجدين حول الفريق ويساندون الفريق مهمين جدا، محللي الأداء والمسؤولين عن اللياقة، كل هذه الأشياء مهمة جدا. اسمح لي، أنا دايما يعني بتبقى مقارنة في ذهني حاضرة كده، دايما مقارنة الكرة الأفريقية بالكرة اللاتينية، كرة أمريكا الجنوبية، على الرغم من تشابه كتير جدا في الظروف، سواء أنه يعني المسابقات إلى حد كبير ما أقدرش أقارن في سواء في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا قوة المسابقات بقوة الدوريات الأوروبية، ما أقدرش أقارن الإمكانيات المادية، صفقات اللاعبين برضو بقارة أوروبا، ورغم كده إنجازات دايما أمريكا الجنوبية أفضل بكتير جدا، على الرغم أن بتتكلم عن نفس المواهب نفس الإمكانيات، ورغم كده قارة أمريكا الجنوبية قادرة دايما أنها تقف موقف الند بالند لفرق أوروبا. Yes, but if you go back to the World Cup Russia. نعم، لكن إذا عدت لكأس العالم في روسيا 2018 لم يوجد إلا فريق واحد فقط خارج في دور الثمانية إلا البرازيل، وكل الفرق كانت أوروبية. هذا الأمر أنت محق فيه، لكن هذا الأمر متغير وليس قاعدة. ربما تكون الثقة في اللاعبين، الثقة في عند اللاعبين الأمريكيين أعلى، اللاعبين اللاتينيين أعلى من اللاعبين الأفارقة في البطولة الكبرى. أعتقد أن هذا عامل أساسي للعبهم في أوروبا وهكذا. طيب خليني أتنقل معاك لفكرة السوبر ليج، البطولة اللي طرحت في أوروبا، وما بين أصوات كانت بتعارض بشدة وما بين بعض الأندية اللي رأت فيها أنها ممكن تحقق استفادة كبيرة. يظل مصير السوبر ليج في أوروبا حتى اللحظة دي مصير مجهول، لكن الحقيقة إنفانتينو طرح الفكرة على المسؤولين في الاتحاد الافريقي، واقترح انه يتم اقامه سوبر ليج بين الفرق الافريقيه وبين الانديه الافريقيه. رايك في الفكره دي مع وجهه النظر اللي بتعيد اقامتها، واذا اقيمت من وجهه نظرك برضو ايه ممكن تكون الفوائد اللي تعود على الانديه والمنتخبات الافريقيه من اقامه السوبر ليج في افريقيا؟ I don't know what to think about it. لا أود أن أفكر في هذا الأمر كثيرا. هذا الأمر مفيد لكثير من الأندية لأن تحسن من مستواها وتحسن من دخلها، ومن الناحية المالية كذلك
ولكن بعض الأندية لديها صعوبة في التنقل والأمر مرتفع الثمن عليها، يعني يحتاجون الكثير من الأموال لفعل هذا، فالأمر صعب بالنسبة لبعض الأندية. لكن عموما أنا أدعم الفكرة، أنا أرى أنها ستعالج الفجوة بين بعض الدول وبعضها. مثلا بالنسبة للزمالك والأهلي حينما يلعبون في السوبر ليج، وهذا الأمر سيعالج هذه الفجوة بين الأندية، لأنها سنجد أندية بمستويات أقل وتحتكي مع هذه الفرق. فأعتقد أن هذه الفكرة جيدة، لكن يجب أن نركز على العواقب. بالتأكيد تابعت الأهلي في الموسمين الأخيرين وتتويجه بنسختين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، كمان تتويجه بالسوبر الأفريقي ومشاركته المميزة في كأس العالم للأندية. يمكن ده مثال اللي كنت لسه بكلمك فيه، المقارنة بين القارتين أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وقدرة الأهلي على تخطي بالميراس البطل البرازيلي وبطل أمريكا الجنوبية. إزاي شفت نسخة الأهلي وتقييمك لأداء الأهلي مع موسيماني؟ حينما رأيت مباريات الأهلي تحتم علي أن أقول أن الأهلي في دور الأبطال، الأهلي أعطى أداء رائعا وصورة لأداء فريق متطور ومحترف. الأهلي لديه فريق عظيم ولديه مدرب عظيم، فبالتالي أن تحافظ على فريق لمدة عام أمر جيد، لكن أن تحافظ على المستوى لأكثر من عام فهذا أمر رائع. الأهلي لديه فريق رائع، مهارات فردية على المستوى الفردي لكثير من اللاعبين، فأعتقد أن هذا الأمر يميز الأهلي عن باقي الفرق. أكثر اللاعبين المميزين اللي تابعتهم في مشوار النادي الأهلي؟ أعتقد أن علي معلول المدافع الأيسر للأهلي لاعب رائع، حسن الأداء كثيرا من هذا الجانب، والأهلي لديه جبهة قوية هجومية جدا من الجانب الأيسر، وهو مفتاح جيد جدا لفريق الأهلي في السنتين الأخيرتين، وجعل الأهلي في مستوى عالي جدا. وأعتقد أن حارس المرمى أيضا، وأعتقد أيضا لديكم بواليا لاعب رائع، أنا أعرفه، أعتقد أنه سيستطيع أن يؤدي بشكل أفضل إذا لقي الدعم من لاعبي خط الوسط أكثر، كما يحدث مع محمد شريف، يستطيع أن يندمج مع هؤلاء اللاعبين محمد حسين الشحات ومحمد شريف، فأعتقد أن بواليا فالفريق جيد جدا. أفضل ثلاث لاعبين أفارقة لفتوا نظرك في الموسم الأخير؟ أفضل ثلاث لاعبين أفارقة في مختلف البطولات الأفريقية يعني من وجهة نظر سفين فان دن بروك. And I can choose who's playing outside or still on Africa. أختار اللاعبين من داخل يلعبون داخل أفريقيا ولا من داخل عموماً؟ أفريقيا، من داخل قارة أفريقيا. Inside Africa. داخل أفريقيا بالطبع. سؤال صعب جدا لأني لدي العديد من اللاعبين. سفيان رحيمي من الرجاء المغربي، أحرز العزيز من الأهداف، لاعب رائع. وبالطبع كما قلت سؤال صعب جدا. أحب أيضا تشاما، أداء رائعا هذا الموسم مع سيمبا، وتطور كثيرا عما كان من قبل. أحب أيضا محمد شريف من الأهلي،
he had spells on loan for لديه توازن في أدائه. أحرز العديد من الأهداف مع الأهلي في مختلف البطولات. أنه يؤدي الآن مستوى رائع وموسم رائع مع الأهلي. ولكن إذا سألتني عن أفضل فريق كان سيكون أسهل. لكن هذا السؤال صعب جدا. أفضل فريق من وجهة نظرك؟ في هذا الأمر، في هذه اللحظة، سؤال سهل جدا. بالطبع الأهلي، سأختار الأهلي. فالأهلي هو أفضل فريق في آخر سنتين، والأهلي أدى أداء رائع كذلك الرجاء المغربي، لكن الأهلي يتفوق بالطبع. سفين فاندن بروك، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا المدرب البلجيكي، مدرب الحالي، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، بشكرك على وجودك معنا. كلامنا عن الميركاتو يبتدي في السادسة بس بعد فاصل سريع.